ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. في مستهل الجلسة أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة المثمرة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى البلاد مؤخرا، وبالمباحثات التي أجراها مع أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، مشيدا المجلس بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وبما تشكله زيارة فخامة الرئيس المصري من تعزيز ودعم لهذه العلاقات، منوها المجلس بمكانة جمهورية مصر العربية ومواقفها الداعمة لمملكة البحرين وللقضايا العربية، وبما تمثله مصر الشقيقة من ثقل استراتيجي مؤثر عربيا وإسلاميا. بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئات الإدارية والأكاديمية بمختلف المؤسسات والمراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2018-2019، متمنيا للجميع عاما دراسيا مكللا بالتوفيق والنجاح، ومؤكدا سموه على ضرورة تعزيز المسيرة التعليمية الوطنية والاهتمام بجودة التعليم والارتقاء بمخرجاته لتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية. وقد اطلع المجلس على استعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد ومتطلباته، وذلك من خلال المذكرة التي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص. ثم رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في المحافل الدولية الرياضية، مشيدا سموه في هذا الصدد بالنجاحات التي حققتها المملكة في دورة الألعاب الأسيوية 18 والتي أقيمت مؤخرا، والتي حصدت فيها 26 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب منها 12 ذهبية محققة بذلك المركز الأول عربيا، ومنوها سموه بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم القطاع الشبابي والرياضي وتهيئة كافة السبل التي تقود لمزيد من الإنجازات الرياضية الدولية، مشيدا سموه بعطاء الرياضيين البحرينيين وقدراتهم المتفوقة والتي رفعت اسم المملكة عاليا في المحافل الرياضية الدولية. بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم الحكومة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا، وذلك تقديرا للدور الإنساني الذي تقوم به هذه الوكالة في إغاثة وتنمية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن تلبية احتياجات عدد من القرى والمناطق بمحافظات المملكة، حيث وجه سموه إلى الانتهاء من المشاريع الاجتماعية التي تخدم عددا من مدن وقرى المملكة خلال عام 2019، منها مشروع مركز البديع الاجتماعي الشامل ومشروع نادي نهاري لرعاية الوالدين في جد حفص ملحقا بمركز جد حفص الاجتماعي ومشروع مجمع الإعاقة الشامل بعالي، كما وجه سموه إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد وبناء مركز اجتماعي لصالح أهالي المحافظة الجنوبية وبناء دار نهارية لرعاية كبار السن من السيدات في منطقة الحورة، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ثانيا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بخصوص مشروع قرار لتحديد أوجه صرف الغرامات المحكوم بها من مخالفات أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012. ثالثا، بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري والصادر بالقرار رقم 126 لسنة 2016، والذي يهدف إلى عدم تأثر معاملات الشركات المملوكة لنفس الشركاء عند تقديم طلبات المعاملات في السجل التجاري سواء التجديد أو إلغاء القيد أو إجراء التأشير بالمخالفات على الشركات الأخرى، بحيث يقتصر التأشير فقط على الفروع التابعة لذات القيد. وقرر المجلس الموافقة على
مشروع القرار، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. رابعا، وافق مجلس الوزراء على السماح لبعض الشركات الأجنبية بفتح فروع لها في مملكة البحرين لممارسة بعض الأنشطة واستثنائها من شرط وجود شريك بحريني لما لها من أهمية اقتصادية استراتيجية للمملكة، وذلك استنادا إلى حكم المادة 345 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. خامسا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، والمعد بناء على الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس الشورى وإحالته إلى السلطة التشريعية. ويهدف مشروع القانون إلى السماح بالطعن في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية أمام المحكمة الكبرى المدنية بطريق التمييز، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. سادسا، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة حولهما. الأول بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 361 من قانون العقوبات والصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والمعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب. الثاني بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، والمعد بناء على الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس الشورى.